هو النهارده بدأت تطلع اخبار ان الاهلي بيفاوض كانوتي لعيب كبير قوي. ايه الاجوان اللي انت جبتها له دي؟ ايه رايك ده لو طلعت الاجوان ده، مواليد 97 كمان يعني سن. لسه صغير. سن لو فعلا دي مش زي اجوان مودست بتاعت بروسيا اللي احنا شفناها، لا ده لعيب كبير قوي كانوتي ده. انت ما اسخوش متابعه قبل كده؟ لا خالص. وده من بوركينا فاسو والفيرويد وبتاع. ما تورينا الاجوان دي تاني كده يا جماعه. بص يا احمد انت كنت 97 صغير يا كابتن، 27 سنه. طب صغير. صغير ما انا مودست. لا بالنسبه لي صغير. صغير ما ايوه صغير. ما انا اللي جاي مودست عنده 50 سنه، فبالنسبه لي ده تحت السن، ده لسه براعم. مودست اكبر من الجديد. والله مودست يا جدع انت. فلعيب زي ده لا، بس 27 سنه برضه يعتبر صغير في الكوره. ايوه انا بكلمك انت كفيرود عز خبراته يعني. اجوانا اهي قدامنا اهي. لوب هتشوفه يا احمد وهو جوه ال 18 ولعيب قوي، واضح انه لعيب قوي. جثه جامده. وبعدين على فكره هو بيلعب في بوركينا، فهنشوفه في الملعب يعني في ماتش المنتخب. لا كابتن هجام يا رب ده لا فعلا خلصوه، ده حاجه محترمه. فيرود يعني. وما لعبش حاجه ثانيه غير الفيرويد يعني، مش وينج والحاجات دي. والله هو سريع يا احمد. هو سريع. فاهم، هو نفس فكره بقى وسام. انت هتقارن بقى، هتجيب محترف مكان يعني الاثنين. اثنين كويسين. انت قصدك ان هو واحد منهم هيضطر تلعب واحد. انت خد بالك ان محترفين مفترض اثنين يلعبوا، وكولر بيغير بعد الدقيقه. خد بالك ان وسام مش محترف. وسام متأيد مصر. عارف متأيد مصر. هو بيتكلم على البوزيشن بتاعه. هيلعب من مكان مين؟ هيلعب المكان بتاعه. وسام يقعد. لو وسام يقعد. ده لو بمستوى ده، ده فلافيو قدامك ست سنين. فلافيو يعمل دبابه. بص عامل ازاي. بص عامل ازاي. لا لا كابتن الله اكبر. ده لو جه ولا وسام ولا كهربا ولا مودست ولا اي. لا لا مع انه ما لعبش في انديه شهيره. يعني لعب في ارمينيا ولعب يعني احسن نادي لعب جروزني ده بقاله فيه سنتين ثلاثه. هي الانديه دي يا كابتن، ما هو الولد ده خدوه بكام؟ تلاقيه ب 3 جنيه ونص، 3 دولار ونص. هو بيلعب وهو صغير يعني. انا اعرف انديه بتجيب لعيبه بحاجات بسيطه جدا وبتلعب دوري ممتاز وبتتالق يعني. اتفرج عشان بيروحوا يدوروا ويتعبوا ويجتهدوا. طب كابتن الجيل هو الاهلي محتاج فلوس. رقم 6 بتاع بوركينا فاسو اللي في غزل المحل. لعيب كبير، ربنا يستر ما يتاخدش منك قبل ما يبتدي. جايبه بشيلن. انت جايب زي اوتاكا. فاكر اوتاكا بتاع الاولين؟ لعيبه كتير جدا، افارقه كتير جدا. انت عندك لعيب من بوركينا في الفريق؟ لا الجابون. احنا في ناس الفتره الجايه معروض علينا يعني، قدامنا ناس كتير. لعيبه كويسه قوي كانت. فيديوهات كتير بتجيلنا ولعيبه فري ترانسفير، وبعدين بتتكلم في مبالغ قليله جدا. انا بتفاجئ بالمبالغ اللي بتدفع في الاهلي. كواليتي عالي. وكواليتي عالي جدا. وبشوف اصل احنا بنشوف بعينينا كابتن اوتاكا لما جه الاسماعيلي منتخبات كمان. اللعيبه دي ما ينفعش تروح تجرب في اهلي وزمالك يا عبد الجليل. اللعيبه اللي بتيجي فري دي ومجهوله، معلش حتى لو كانت ايه، ما ينفعش اهلي وزمالك. ما هو انت متابعه يعني. هو ما ينفعش تجيب مودست وشايف. هقول لك كابتن، تجيب سامسون، تجيب مودياب. لا ما هو الناس عارفه. طب اقول طيب هو سامسون الشافي. لا ما الناس كلها عارفه قصه سامسون يعني. فاكر تشيرنو بتاع القناه يا احمد؟ تشيرنو ده كان حته لعيب. ما هو فين يا كابتن عبد الجليل؟ في القناه. وراح في الاهلي. ماشي في الاهلي. في الاخر يعني هو جاي. هو ايمانويل جه وهو ايه؟ لا ايمانويل جه جاي منتخب الاولمبي. بس انا هسالك سؤال يا كابتن مشيري، يعني في الاخر الكواليتي برضو اللي بيجي اهلي وزمالك في السنين الاخيره يعني. الاهلي مثلا اذا استثنيت بيرسيتاو ومعلول طبعا، انما كيسوني بقول لك حاجه، برونو ساديو من الناس يعني من الناس اللي معروضه علينا في غزل المحل. ميكيسوني ومش والله معروض بكام؟ لا هو فري. انت فاهم؟ هو بيتكلم في عقده. ما حدش يتكلم، بس معروض. بس انا مش هفكر في فكره اللعيب جه عندي في مصر اصلا مفشل وانا هشتغل بقى. هو فشل فين بس يا احمد؟ فشل في النادي الاهلي. ايوه ما ينفعش. فشل مش لا لا وما فشلش في الاهلي بس، ده فشل كمان في ابها. وبعدين هو فشل في النادي الاهلي. انا برضو نادي جماهيري. نادي جماهيري هيلعب الماتش كل ماتش، الملعب مقفول جمهور. لا هو خد بالك فشل اهلي، وبعدين راح ابها، فشل في السعوديه، وبعدين رجع تاني سيمبا التنزاني. وفشل في سيمبا. لا كفايه بقى كده خلاص. دليل انه فري في الترانسفير. ايوه فري. كابتن ده ما بيلعبش غير خمس دقائق في سيمبا. مع انه كان نجم سيمبا قبل ما يجي الاهلي. هو من ماتش الاهلي. لا بس هو كان اساسي. الاهلي اشتراه. ايوه بس هو لما قعد يرقص شويه. بس انا اصلا اقول لك، ما هو انت بتقول وجاب جول فقال لك هتوه.
اللي جه الاهلي والزمالك لازم يبقى برضو طب تعالى بقى شوف اللعيبه اللي جه اخر سنتين ثلاثه الزمالك مثلا مين سامسون ومين موتيابا ومين اسمه النضاء يعني الناس كلها عارفه القصه يا جماعه في ايه الناس كلها عارفه يبقى إذن ايه وحصل ايه ما عشان كده اللي بيقول احمد عيد منطقي انا عندي لعيبه كواليتي كويس جدا وباسعار رخيصه جدا لعيبه منتخبات كبيره في افريقيا منتخبات تصفيات منتخبات دي باسبور ليه لكاز محمد انت جاي اديو ديانج ده الناس بتلعب تصفيات من بتكلم أيوه. وفري ترانسفير وبيلعب منتخب اول تصفيات كاس عالم طب انت عايز ايه انت جاي اديو ديانج هو جاي جاي منتخب اهو انت جاي منتخب يعني كان ناشئ ايوه وسامسون ونادي منتخب انت جاي لك لعيب منتخب بلعب منتخب هتنزله كان سعره غالي بس الجزائر واخده بكام بقى واخده حاجه بسيطه بس اديو ديانج كان مستواه قوي بصراحه ان احمد عيد بيقول لك لعيبه منتخبات افريقيا بتلعب تصفيات كاس عالم وفري ترانسفير يعني على مرتبه طب الاهلي والزمالك ما يروحوش للناس دي عشان بيكسلوا في كسل في وسيط بيدخل بيضلل بتتفاجئ في الاخر ما هو فلوس يا في حاجه بيكسلوا طبعا امال اللي جاي عاملين حاجه بعتنا حد اسالي بس لا شكلين واداريين شغالين نيجيريا بعتنا حد هو ده مدير التعاقدات بتاع النادي احمد رمضان راح بس ها راح قعد طيب. قعد حوالي فتره في نيجيريا بص على الدوري الانجليزي بص على في الدوري النيجيري على اللعيبه اختار ويشوف اللعيبه الكويسه اللي هنا وهيبقى في رحله تانيه برافو عليك يا كابتن ده كان بيحصل قوي زمان هو ده الحاجات دي موجوده تقدر تطلع مواهب وبعدين السنه انت ليك خمسه محترفين وفي اتنين تحت السن تقدر تجيب سبع لعيبه اللي هو يعني هيبقى في منهم خمسه في الملعب نص الفرقه بالنسبه لك في الملعب طبعا فلو اخترتهم صح هيفرق معاك في مكان تاني لعيبه الزمالك اللي بنتكلم عليها قليلين دول سامسون ومش عارف مين دي احد اسباب مين اللي جابهم اصلا مين مش هتلاقي ولا واحد لعيب كوره جابهم يا كابتن ولا واحد لعيب كوره هتلاقي ناس في مجلس اداره اداريين ناس ما عندهاش فكره كوره طب ما موتيابا ده اللي جايبينه لعيبه كوره مين جايب لعيب كوره هو موتيابا جاي السنه جايه في الصيف ايوه مين اللي جاي جاي تحت السن يا كابتن لا لحظه بس ما جايبينه تحت السن هو تحت السن 2005 فلما لعب مع الناشئين لا كان قصدي يعني حجمه لا يا كابتن برضه الاهلي والزمالك في مواصفات جسمانيه بجانب الفنيات انا بتكلم في النقطه ديت ولسه بتكلم فيها ان اكتر حاجه بتفرق مع الفرق ان السايز بتاع اللعيب في البوزيشن اللي هو سواء تحت او فوق يفرق كتير جدا في الدوري المصري طبعًا في الكور ثابته في بطولات افريقيا في الحاجات دي انت بتشوف شمال افريقيا انا بشوف المختار المحترف عامل ازاي الا اذا هو فز في الكوره بقى بالظبط حريف قوي يعني ميكيسوني ده كان قد كده اهو كان اهلي جايبه ده لازم متيابه قد كده مهما كان هو لعيبه كابتن هو عشان كده عشان كده مش لعيب مش لعيب كوره مختار جديد لعيب كوره مش اختار ده مستحيل دلوقتي يا كابتن بشير في العالم كله بيحاولوا بيشتغلوا على الحته ديت في حد معين بيقعد يتابع اللعيبه يقول لك ده بيلعب رقم 6 انا عايز السايز بتاعه عشان الكوره اللي يتناسب مع المركز ده هيبقى طويل وعايز السيرد باك يكون طوله مثلا فوق ال 180 سم ايوه بيشتغلوا على حسب المركز بتاعك انا عايز اللعيب يبقى خفيف على الطرف مش لازم يبقى طويل وليه يا كابتن ده في الاتحاد الدولي في صيد بتخش الناس كلها كل لعيبه العالم موجوده الفري ومواصفاتها ولعبت ايه وعملت ايه السي في كله بتاع كل لعيب بس ما حدش بيبص ولا يعمل حاجه زي كده نهائي خالص طب وخد بالك انت بوركينا فاسو دلوقتي بمناسبه كانوتي وهقول لكم في لعيب برضه الزمالك بيفاوضوا بدل النهارده يطلع اخبار يعني في توري بتاع بيراميدز ما هو لعيب جامد جدا ده خدوم البطوله خدوه بطوله لعيب جامد يعني ببلاش وكان جاي ببلاش بلاش الا ربع يعني بفلوس قليله جدا ده حقيقي لعيب كبير ما كانش لاقي نادي قبل البطوله ليه ما هو ببلاش ليه كان ده انا بقوله لك ما خد بالك تخيل توري ده كان تعبوا وراحوا تخيل توري ده انا بقول والله معاك تخيل توري ده كان فري ترانسفير ما هو فري ترانسفير بس دوباره كابتن بيراميدز شطاره كابتن وكانوا جوه الفندق يا كابتن شطار يعني ايه ما هو شطار برافو عليهم لكن في الاخر فري ترانسفير يعني العالم كله عارف ان مصير التابع ايه فري ترانسفير محطوط على السايد صح ولا غلط صح فانت بتروح على لعيب تجيب لعيب من اخر الدنيا وتدفع 2 مليون دولار عشان في الاخر ما يديكش حاجه طب يا استاذ شبان اقول لك موقف برضه عارف فري ترانسفير ده يعني ايه يعني حتى لو طلع وحش انا مش هديه مش هخسر حاجه بقى حاجه بعد 6 صوره ماشيه انا مش هديه العقد اللي هو بياخده معاك وبيتمرن انت فاهم في لعيب كان الزمالك بيفاوضه في الفتره اللي فاتت في شهر 1 اللي فات هو بيلعب كان بيلعب في الكونفدراليه فرقه مش هقول اسمها يعني في الكونفدراليه ولعيب مميز كان معروض على الزمالك وبمبلغ كبير هو فاضل له 6 شهور في عقده يعني اتعرض عليا معروض عليا ان انا ادفع دلوقتي 25000 دولار واخلص دلوقتي اه وكان معروض على الزمالك في يناير اللي فات ده يناير اللي فات كبير قد ايه مبلغ كام يعني مثلا
مليون دولار؟ لا انا بكلمك في في مثلا المعروض على الزمالك بكام يعني؟ حوالي 350 الف دولار بكلمك. وانت معروض عليك مجانا ب 25 الف دولار؟ لا هو فاضل له 6 شهور في عقده، عقده هيخلص في 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 شهر 1 اللي جاي، معروض عليه ب 25 الف دولار. حلو. هو بتتكلم فيرويد، وفيرويد محترم، حاجه محترمه. والله خلص بقى حد يسمع الكلمه. لا ما هو خلي بالك، اصل انا بكلمك على حاجات اللي انا ممكن ما اجيبهاش، مش هقول لك الحاجات اللي انا هجيبها يعني. احنا عندنا مثلا معروض عليا حوالي مثلا من 50 ل 60 لعيبه افريقي، وفيهم لعيبه كويسه فعلا جدا جدا. ما انا بكلمك، هو ده السوق. هسلمك كده على طول. ما خلي بالك.